بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب بعض الكفاءات في عدة مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد حسن سعد الدوسري. أهلا وسهلا فيكم. أهلا مرحبا. شرفنا برنامجنا الأسبوعي رواد النجاح. سيد حسن، نبي نعرف سادة المشاهدين بكون سيد حسن كيف كانت بداية حياتك المهنية؟ عفوا نفس أول شيء، حسن سعد الدوسري. بدايتي خلينا نقول بدايتي في العطور هاي تقريبا هي هواية قديمة، وكانت أول خلط لي عندي في العطور، أنا خلينا نقول نوعين من العطور، كانت سنة 99. إيه ما شاء الله، هواية قديمة. قديم يعني هواية قديمة، أخلط بين عطريين أطلع نكهة جديدة. أوكي. نعم. شغف يعني. وتطورنا ودخلنا في العود ودخلنا في دهان العود ودخلنا في أشياء مختلفة في اللبان العماني. جالسين نتطور بين فترة وفترة. إن شاء الله لكم التوفيق سيد حسن. سيد حسن، أنواع المنتجات اللي تقدمها؟ المنتجات مثل ما تشوفون عطرات عالمية فاخرة، وعندنا الأعواد. أعواد أحب أتميز في العواد الفلبيني، السيلاني، البراتشين، الاتراد، المالينو، شغلات يعني أحب أغير عن السوق. السوق كلهم شغالين في الهندي. الهندي شيء جديد في عندنا. أتميز طبعا. طيب شو الفرق، بما أنه تكلمنا شوي عن أنواع العود الحين، شو الفرق بين أنواع العود، بين عود وعودين؟ طبعا العواد في شيء يسمونه غابات قديمة، ها من الله خلقة الله، في شيء يسمونه زراعي. أوكي. هذا زراعة الإنسان زراعة. الغابات القديمة هذا أفضل. كان يكون الزيت مركز فيه أو يكون عمر الشجر قديم 150 سنة 120 سنة. فالعود الفلبيني والعود السيلاني هذا ما في شيء مستزرع حاليا، كله قديم هذا. فأنا أحب أتميز في هالشغلات، كواليتي عالي، نكهة مميزة. أما السوق شغالين في الهندي، أنا الهندي بطلت أشتغل فيه. أن أكثر غلط أنه حد يشتغل مثلا في الشغل هو مو هواية عكس أنت. نعم. طيب شو أنواع الدهن عندك؟ أيوة، من ناحية الدهان مثل ما قلنا الناس متعودين على الأدهان الهندية، أنا عندي لا، في أدهان أندونيسية، في أدهان بورما، عندي السيلاني. أدهان السيلاني هذه خلنا نقول جديد دخل علينا في السوق، لكن نكهتها جدا مميزة وسعرة مكلف. طيب شو أكثر الأنواع مثلا، أنواع الدهن اللي تشوفها مطلوبة عند الناس؟ عند الناس الهندي، لكن عندي أنا حابة أتميز. أنا ثاني شيء اللي عندي أنا البستسيلر اللي هو الدهن البورمي، الدهن السيلاني، دهن الاتراد، هاي عندي أنا، لكن السوق متعودين على الهندي. طيب كيف يتم الطلب من طرف الزبائن؟ هل توجد عندك مثلاً عطور بتجيبها أنت، ولا عندك طلب مثلاً يطلب زبون شيء تجيب توفر له؟ في فترة أنا سافرت أوروبا، لفيت إيطاليا، لفيت لندن، لفيت سويسرا، ففي كمية عطور أنا جبتها معي. وفي اشياء متوفره هني، الستوك موجود، وفي اشياء على الطلب. احيانا الطلب يتاخر، الحين على زمن كورونا في عندي طلبات تاخرت قريب شهرين لما طلبتها من لندن لما وصلتني. يعني في اشياء على الطلب، في اشياء موجوده ستوك، المهم انك توفر قدر الامكان يعني للزبائن. اي نعم. طيب سيد حسن، كيف تعاملت مع هاي الازمه، ازمه كورونا؟ الحمد لله صبر، ان شاء الله هذا سوق، فترة شوي السوق ينام، فترة يرجع. تمام. بس أنت ما شاء الله عليك إنك ما لقيت صعوبة في هالفترة، لأنه لا إن شاء الله أوريدي يعني كنت تشتغل أونلاين. إيه نعم، شغالين أونلاين. ما لقيت هالصعوبة يعني. لا الحمد لله. وثاني شيء أحيانا تجي مواسم. مواسم مثل موسم الأعياد يكون فيها المبيعات العطور أكثر. موسم الشتاء يكون مبيعات اللي هو الشال الكشميري والأقمشة الكشميري والأقمشة الشتوية. طبعاً. مواسم. في أشياء مواسم، في أشياء على طول السنة شغال. Thank you.
أحسن، شو رؤيتك المستقبلية؟ رؤية مستقبلية بالنسبة لمشروعنا، أنا حاول إني أصمم عطور خاصة لنا. تسوي براند خاص فيك أنت؟ هي نعم. أوكي. أنا عندي شهادة يعني مبدئية في العطور. أوكي. وصممت لك من عطر. وإن شاء الله يحتاج المبالغ حالياً قدام يعني. بنصمم أشياء، وأنا من النوع اللي أحب أتميز، وإن شاء الله بنزل شيء للزبون شيء مميز. إن شاء الله لك توفيق سيد حسن. آمين إن شاء الله. سيد حسن خبرتني قبل إنه أنت بتسوي مثلاً خلط بين عطرين، هل الحين بتسوي الخلطة هاي أو لا؟ هي موجودة يعني من بين عطرين. طلع عطر حلو. مثلاً خلينا نقول في عطر، خلينا نقول مثلاً جوتشي. أوكي. إذا رشينا جوتشي لحاله بيطلع أوكي نكهة حلوة، أكثر الناس بيعرفون أنت مثلاً رش جوتشي. أوكي. أنا مختلف أحياناً بالبخور مع العطر يعطيني نكهة مختلفة. أوكي. بتسوي بصمة خاصة فيه. بصمة خاصة لي. هو مثلث عطري. قمة قلب قاعدة. كل عطر فيها مثلث عطري. أوكي. أنا أحاول إن أسوي مثلث عطري خاص لي. مثلاً خلنا نقول من عطر خلنا نقول في عطر عندي اسمه سيجار. عطر السيجار هذا جداً حلو مع عطر اسمه فيرتوس سول باتشولي. العطر هيلا ميكس مع بعض يعطي نكهة جداً مميزة. وبعد في عندي خلطات غير يعني كمثل ما تشوفون هواية قديمة ومصاريف كثيرة دفعتها عشان أطلع بالنتيجة، والنتيجة إن شاء الله موجودة. إن شاء الله لك التوفيق سيد حسن، شو إن شاء الله تفتح فرص ثانية بس للشركة مو بس إنك تتوسع. لا إن شاء الله. إن شاء الله لك التوفيق سيد حسن. طيب سيد حسن، بما إنه إحنا في دولة الإمارات فإن أكيد بنعم بنعمة الأمن والأمان في هذه الدولة أكيد بفضل شيوخ الإمارات. طيب خلينا نتكلم شوي على نعمة الأمن والأمان، وإذا عندك رسالة شكر قدمها لشيوخ وحكام الإمارات على هذه النعمة. نعمة الأمن والأمان، الحمد لله الله سبحانه وتعالى ذكر فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمان يحتاج لعبادة، يحتاج للشكر. شيوخنا الحمد لله بحكمتهم مثل ما تشوفين على الأوضاع اللي فيها احنا، الحمد لله في أمن أمان، ما حد اشتكى من جوع. محمد زايد قال لا تشيلون هم الغذاء خط أحمر، شيوخنا وفروا لنا كل شيء في الأزمة، الحمد لله ما شفنا شيء نقص معنا، ما نقص علينا شيء الحمد لله. فنعمة الأمن والأمان يحتاج لعبادة هذه، فليعبدوا رب هذا البيت. طبعا. الحمد لله على نعمة الأمان. هذا أكيد بيرجع القيادة رشيدة في دولة الإمارات الله يرحمه، مؤسس الدولة الشيخ زايد. شيخ زايد رحمه الله عليه. شيوخ الإمارات كلهم. طيب سيد حسن في الختام تفضل رسالة شكر لإنسان عز عليك أو إنسان كان داعم لك فترة حياتك المهمة. طبعا أقدم الشكر أول شيء لأهلي، أهلي كان هم الداعم الأساسي لي أنا فترة طويلة. وأشكر الناس اللي ساهمت معي، اللي مثلاً مشروعنا ترى إحنا أونلاين يحتاج إلى إعلان، يحتاج إلى دعم. أشكر الناس اللي ساهمت معي، اللي عملوا لي إعلان، واللي خلنا نقول ساهم معانا. والحمد لله الحمد لله أنا مشروعي كيف تطور سريع، الحمد لله أنا أشركت يعني خلنا نقول موضوع نسبة الأرباح لمشروعنا تروح لليتامى في مسجد الوالد خارج الدولة. الحمد لله فنسبة الأرباح أطلعها أنا لليتامى والفقراء، وأشوف أن صارت معي بركة في العمل. قرنت العمل الخيري مع التجارة، أرباح سريعة، بركة في المال، ما في خوف على أي شيء الحمد لله. طيب سيد حسن إن شاء الله توصل رسالة شكر ببرنامجنا رواد النجاح. سيد حسن فيك تقدم رسالة لكل رجل يستثمر مثلا في مجالك أو في أي مجال ثاني. مجالي مجال الطيب، محمد صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة. فالطيب من بينهم من الأشياء اللي كان يحبها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطيب. فالطيب فيها بركة عجيبة. طيب ثاني شيء حتى يعني في الجنة الله سبحانه وتعالى يقول أن أهل الجنة رشحهم المسك ومجامرهم الألوة، المجمر اللي هو الجمر، المجمر مجامرهم الألوة، الألوة مذكورة معناتها العود. يعني ما دام ان الله حطنا اياها في الجنه معناتها حاجه مميزه، فموجود منها شيء منها هنا في الارض عندنا هنا نستمتع فيه احنا. فاستثمار جميل جدا فيها العواد، في يعني خلنا اقول لكم العود الفلبيني. العود الفلبيني اول ما نزل كان سعره جدا مناسب وما كان حد يعرف عنه. الحين العود الفلبيني اول ما نزل كان قيمته الكيلو 15000 درهم، حاليا وصل الكيلو الفلبيني الى 150000. استثمار ناجح في العود، في أدهان العود، استثمار ناجح ناجح، يطلع السعر ما ينزل يطلع فوق.
ابي اسالك، بما انه انت ما شاء الله عليك عندك خلفيه كثير على انواع العود وكذا، هل ان انواع العود بتسوي راحه نفسيه وشيء نفسي يعني؟ نعم بتاثر على الحاله النفسيه؟ نعم يعدل من الحاله النفسيه وتطلع يعني مثلا بيتك متبخر. هل في انواع معينه لهذا الشيء او كل انواع العود مثلا؟ كل انسان خلنا نقول عنده، خلنا نقول مثلا في نوع من الناس يحب العود الهندي متعودين عليه، العود الهندي، في ناس متعودين على العود الفلبيني السيلاني، خلنا نقول أذواق بين الناس، فكل واحد شو يشوف شو الذوق اللي يناسبه يتبخر منه، أو الدهن الفلاني النوع المعين أو العطر الفلاني، فيعدل المزاج. نفس الكوفي كيف يعدل المزاج، مع أنه ربع ساعة خمس دقائق شربينا طعمه خلص، لكن عدل المود. كذلك العطور والأدهان العود والعود هو تغيير مود، تغير مود معاك خلاص تشوف نفسك وترتاح نفسيا. حتى اليابانيين والصينيين حتى يمكن هم أكثر استهلاك من الإمارات أو من الخليج استهلاك العود. في اليابان الناس اللي عندهم حالات عصبية يشغلون عود ويولعون عود عشان تهدى أعصابهم شوية، فإحنا عندنا هذا إحنا طيب نستمتع فيه. الحمد لله. طيب سيد حسن، في تقدم نصيحة للناس مثلا إنه كيف بيحافظوا مثلا على ريحة العطر؟ ريحة العطر مشان ما تروح يعني ريحة العطر. هي نعم، أول شيء الهواء المباشر يضيع ريحة العطر، شمسنا ما شاء الله عليها تضيع الحديد ما يضيع العطر. فخلنا نقول مثلا أنا مثلا بدخل اجتماع عندي، قبل ما أدخل اجتماع بربع ساعة أنا أتعطر، لكن إذا أنا تعطرت من البيت وصلت الاجتماع بعد ساعة ساعة شيء بتكون يعني ريحة العطر خفت، ما بتبين معه، ما بتبين معه. فنقول مثلا قبل العمل بربع ساعة يرش، قبل الاجتماع أو قبل ما يقوم مجلس مثلا يشل معه مثلا في السيارة يتعطر يدخل، بيكون ريحة بعدها موجودة. أما الهواء مباشر والشمس، وثاني شيء نوع الملابس، في بعض الملابس يكون فيها مادة القطن أكثر فالعطور تمسك معاها، بعض الملابس ما ينفع معاها. اوكي، يعني على حسب، على حسب نوع القماش بعد، احيانا في عطور ثابته لكن نوع القماش يكون شويه رديء وما يمسك معاه العطر. فانا افضل، في بعض الناس خلاص يمكن عاجبه مثلا نوع القماش، افضل انه في الملابس الداخليه الفانيله انهم القطن، يرش الفانيله بيكون ثبات معاه على. طيب شكرا لك سيد حسن على هذه النصيحة. سيد حسن عفوا، إذا عندك مواقع تواصل اجتماعي مشان تواصل من خلالها زمان؟ عندنا مواقع تواصل اجتماعي، عندنا الانستغرام، عندنا سناب، انستغرامنا H502 Gallery، والسناب طبعا موجود نفس الشيء في الانستغرام، وموجود الواتساب، موجود كل شيء في الانستغرام نفسه. عندكم خدمة توصيل صح؟ خدمة توصيل احنا شغالين حاليا اونلاين، لكن محلنا اصلا هو بيكون في فندق فيلاجيو، حاليا احنا شغالين اونلاين في السناب في الانستغرام الواتساب، خدمات توصيل عندنا كافة الامارات، وان شاء الله نحاول نطلع خارج الامارات، لان احنا عند العطر عندي فيها مشكلة مع الشحن، ما يشحنون العطور. فالعود ايوه العود اوكي عادي لانه مش مواد سوائل، العود عادي ادهان العود انها كميات بسيطة فعادي الشحن، لكن العطور عندي مشكلة، والطلب مشكلة عندي من الكويت، عندي طلب من السعودية، عندي طلب من البحرين. ما شاء الله متوسع انت شوي. الحمد لله. ليش الناس متابعني تشوفنا شو اسوي في السناب، كيف امكس العطر الفلاني مع العطر الفلاني واشرح عن العطر كامل، اكثر شيء في السناب انا شروحات. الانستغرام خلينا نقول نفس العرض. يمكن هذا الشيء اللي بيميزك عن باقي المنافسين الك. الحمد لله. اكثر تجار مثلا شغالين في اي نوع من عطر، انا لا احب اتميز، يعني مثلا خلينا نقول براند فيرتوس انقي منهم عطرين ثلاثه، خلينا نقول براند اكزرجوف، اكزرجوف براند ايطالي فخم، انا احب حتى استخدام الشخصي استخدم منه انواع مختلفه، احب اتميز. هو يمكن البراند عنده يمكن قريب ال 20 عطر، لا انا احاول انقي افضل خمسه من عطراتهم، وشو الافضل اللي هو يكون مع العود لان مجالي عود انا، وشو افضل شيء انقي. نعم اول شغله التميز طبعا. طيب سيد حسن شكرا لك على حسن استفادتك، جزاك الله خير ما قصرتوا.
على مدى السنة. شكرا لك سيد الكريم. جزاكم الله. في الختام أعزائي المشاهدين، كان معنا ضيف حلقتنا اليوم هو سيد حسن سعد الدوسري، وهم الكفاءات الموجودة في الإمارات. شكرا لكم على حسن المتابعة، وللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة. دمتم في أمان الله.